أهلا بكم خوتي أخواتي عشاق التحويسة في اسكتلندا. اليوم جيتكم من واحدة من متاجر بريمارك فرع النساء هنايا. إذن راح نحاول ندير فيديو مطول على الصفحة. إذا أعجبكم كنتم مهتمين خاصة لل ممكن كما قلت راني في فرع النساء. إذن المعجبات تاع تحويسة في اسكتلندا تابعوني على الصفحة، وربما المعجبين أيضا اللي عندهم اهتمام بالموضة، موضة المختصة بالنساء خاصة التجار الملابس ولا تجار الأقمشة ولا. إذن تابعوني للجديد تحويسة في اسكتلندا. إذن هنا هذه التخفيضات لاحظوا هنايا ريدكشنز. إذن أحذية أحذية تاع النساء. إذن هذه التخفيضات، هذه من التخفيضات أيضا نوع آخر من الأحذية. إذن هذه كلها مخفضة. إذن السعر الأصلي كان 5 باوند أصبحت 3 باوند. إذن عاشقات ولا عشاق الكونفيرس، إذن في الحالة هنا مادام في كما قلت راني في فرع النساء، إذن هذه العاشقات الكونفيرس. طبيعة الحال ماشي كونفيرس، ليس بكونفيرس حر. نكمل مع الكونفيرس. إذن هنايا الجوارب سوكس، نوع الجوارب. إذن معروضة هنا اليوم في بريمارك، أشكال وألوان طبيعة الحال طبيعة الحال مقاسات مختلفة. إذن هذا اللون، الألوان هذه ألوان المقاسات. هادو التنورات يعني هنا، هذه هنا في العلامة الفوق هي تريندينج، يعني هذا اللي موسمية اللي شائعة في هذا الموسم. طبيعة الحال الأسعار معروضة هاي. إذن كما قلنا هذه تريندينج اللي هي في هذا الموسم هذا. إذا نكملوا مع نوع آخر تريندينج موسمي شعرة في هذا الموسم. تريندينج من طبيعة الحال الطريقة من طرق العرض. يا شوي تمام. يا ذا سبراي. هاي الطيبة really short. يا exactly. يا. لما زرت منطقة النساء بطبيعة الحال كان يلزم عليا أني نزور الهوم سكشن اللي هي كما نقولوا مستلزمات البيت بصفة عامة. إذن كنروح مباشرة للتخفيضات، الإنسان يحب دوما يشوف التخفيضات. إذن هنايا مثال هذه الشمعة، السعر الأصلي 2 باوند 50، ولات أصبحت فقط 1 باوند اللي هي باوند واحد. إذن هذه كلها كما قلت هوم سكشن للمعجبات اللي تجي تسوق القشن ملابس النساء. بطبيعة الحال كما قلت تحب تزور أيضا مستلزمات المنزل. هنايا انتو معايا، هذا كما قلت هوم سكشن. إذن هنا أغطية الأسرة والوسادات وكلها، ويحرضوا من السعر والأنواع. إذن أنواع وألوان كما نقولوا مختلفة. ما قلت هذه
السكشن هذه اللي هي المختصة بالسرير والأغطية الأسرة ولا 10 باوند نايس جود وان 10 باوند في الحالة هذه يا إت داز ماتش كما قلت الورود طبيعي حلا كما قلت الأسعار والنوعية مكتوبة دينا هنا نتابع مع الهوم سكشن طبيعي الحالة هذه كلها هوم سكشن امتداد للهوم سكشن في الجهة المقابلة طبيعي الحالة نتقول الواي اوت لهذه الجهة و كاش تاسك إذن منطقة الدفع وين يتم تدفع في كل نقولوا في تدفع في السلع اللي تم شراءها تم لاحظ تم بريمارك هو إذا نكملوا مع التخفيضات المتابعين المتابعات وكلنا نحب التخفيضات إذا كما قلت هذا كله تم تخفيضه طبعا حميتر آخر هنا كان السعر الأصلي 9 باوند ولا 5 باوند سبع 5 باوند هنا تخفيض الدون هنا هنا عملية الدفع هنا تم الدفع إذا كنتم مهتمين بالمزيد تابعونا على تحويسة في اسكتلندا